هذا الطفل أصيب بشظية داخل العين أدت إلى تضرر وأذى كبير في منطقة العين. الطفل بحاجة إلى إخراج فوري وسريع لمشافي دمشق الخاصة لتلقي العلاج المناسب لجراحة العين. أن نناشد الأمم المتحدة والمنظمتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولتين بالتدخل الفوري والسريع لإخلاء مثل هذه الحالة وغيرها عشرات الحالات في بلدتي مضايا وبرقان المتضررتين من نتيجة القصف الذي لحق البلدة والبراميل المتفجرة منذ حوالي أسبوع إلى الآن.